السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها موضوع موقفي ورؤية كتلة الوفاق الوطني من الحوار السياسي على ضوء انتقال رئاستها الدورية من حزب المستقبل إلى حزب الجيل الجديد، مع ضيفنا الرئيس الدوري لكتلة الوفاق الوطني رئيس حزب الجيل الجديد سيدي محمد المحمد. أهلا وسهلا سيد الرئيس. شكرا. لأن انتقال دوري لرئاسة كتلة الوفاق يعتبر إجراء طبيعي روتيني حسب النظام الذي تعتمده الكتلة، أريد أن أعرف أين وصلت مساعيكم بشأن الحوار السياسي. فعلا انتقال الكتلة مسار طبيعي، اللي هو اللي يتعالى على العمل السياسي لابد أن يخلق فيه تناوب، وما يخص الحوار إن كان سؤال مقصود به يعني ان منين يلحق الحوار. احنا قبل اسابيع جابلنا مع الرئيس لقاءنا معه وطمأنا على ان الحوار في اسرع وقت ممكن له يخلق، وعلى ذاك الاساس توخى بونا جميع الاجراءات اللي الله تعود مصاحبه، من حيث فعلا طلب منا قدم رؤيتنا حول الحوار. جابلنا مع الوزير الامين العام لرئاسه الحكومه محمد لقا، وأعطيناه رؤية الشاملة لكتلة الوفاق الوطني حول الحوار المزمع، هذا قبل القمة، وجاب له رؤساء الكتل مع الأمين العام إجبار تشاوري أول مرتين والله لا، الأول مع يوسف الحرمون بابانا في مثال عند المأمورية، وعاقب ذاك مع محمد البربص ومنهم جات الحدث الأكبر والأبرز كان عندهم اللي هي القمة. بالمناسبة نقول عن الحمد لله نجاح القمة. نجاح طيب هذه الرؤية التي تقدمتم بها عفوا بشأن الحوار السياسي، هل تم نقاشها أم اكتفيتم فقط بتسليمها؟ تم نقاشها بالنسبة للكتلة ومع الوزير الامين العام للرئاسه. نعم. لم يتم النقاش؟ لا، ذاك النقاش ما هو مطروح، لان المطروح ما كان يخلق الحوار، هذه رؤيه الكتله حول ذاك اللي ترى انه يا الله يعود داخل المواضيع. طيب على ما تقوم هذه الرؤيه؟ على مجموعه من المعطيات متبلوره في عده نقاط كثيره، منها اولا اعلن احنا راوا على المشهد السياسي الحالي بالنسبة للساحة السياسية تطلب أن يخلق حوار وطني شامل وجامع ويعود له الطرق وذوك النواقص كاملة اللي موجودة وملاحظة، ولا سيما في الحوار السابق 2011 في الحوار اللي عدل، وبالإضافة على أن معطيات الساحة تملي بأن يخلق هم تغييرات جذرية في بعض من الأمور اللي تمس المجتمع الموريتاني، وتحاول على أنها ترفع من وتيره الوتيره الاقتصاديه اللي احنا الاقتصاد. ما طبيعه هذه التغييرات وما المجالات التي تطالبون بان تمسها هذه التغييرات؟ ما يخص المجال السياسي اللي هو النقاط لا بد ان نقضوها نقطه نقطه. طيب على المستوى السياسي؟ على المستوى السياسي يجب اشراك الجميع في حول حوار وطني شامل نطرح فيه جميع القضايا المطروحة العالقة، ويعود نشوفوا فيه الطريقة اللي نقدم بلدنا وهذه الديمقراطية اللي عندنا الوليدة، وهذا المكسب الديمقراطي والمؤسسات الديمقراطية اللي نلاحظ عندنا فيها بعض من النقص، لكن النقص نكملوه بواسطة الرؤى اللي نطرحه ونناقشه في المجال السياسي. على سبيل المثال احنا هون نعرف على الساحة السياسية الحالية أعلنها تطلب أعلنها يخرج حوار شامل وجامع ينطرح فيه القضايا الوطنية الكبرى، ومن بين القضايا الوطنية يتم علاج أو ضربلة المشاكل المطروحة من أجل إيجاد الحلول، ولين ينطرح طرح سياسي للمؤسسات الديمقراطية. طيب وما المشاكل المطروحة بالنسبة لكم؟
المشاكل ما خلك حد ما عرف. احنا نعرف لان دولة نامية ودولة مازالت تخلف واقتصادها ضعيف ولا بد لها من سياسة اقتصادية تعود. طيب لابد ان الكتلة يعني بلورت مجموعة مشاكل تراها اولوية، ما طبيعة هذه المشاكل؟ بلورنا مجموعة من المشاكل، مجموعة من المشاكل اللي يا الله تندرج في جدول اعمال الحوار. منها على سبيل المثال احنا لابد ان نطرح خطه اقتصاديه شامله تعود لتدير بالدخل للمواطن الضعيف وترفع ملي من قيمه المردوديه اللي هي القيمه المضافه، وتجعل ملي التاجر الموريتاني والله رجل الاعمال والله المستثمر الهام ويستثمر موريتاني يرى مناخ هم مناخ سياسي في فهمت طارح جميع القضايا المتعلقه بالاستثمار، معناها انه مطروحوا له مقننه القوانين اللازمه، وفي نفس الوقت اللي يعود ملي شايف اعلن 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 الرؤى المطروحه ماشيه من اجل النهوض بالبلد وترقيته، بالتالي اللي يصبح الطرح السياسي هو الخطه الاولى اللي من خلالها نقدون نطرحوا قوانين تعود له ترفع من مستوى المعيشه وترفع من مستوى الاقتصاد وترفع من مستوى ملي الدخل القومي. طيب أنتم في الجانب السياسي تطالبون بإشراك مختلف الطيف السياسي، وفي الجانب الاقتصادي تطالبون بوضع سياسة اقتصادية. نعم. هذا أبرز ما تطالبون به في هذين الجانبين؟ هذا من ضمن نقاط أخرى، هم نقاط أخرى مهمة ولا بد من الطرق لها. لأن إحنا نعترف على موريتانيا كانت بلد ومعروف على أنه يحتاج على أنه إجبار تنمية اقتصادية فهمت تعود واقعية، بحيث فعلا احنا فعلا عندنا المواد الأولية، احنا عندنا السمك وعندنا البترول وعندنا الذهب وعندنا الحديد احنا ما خالك شيء والنحاس، لكن تنقصون الواقعية بالنسبة لكم؟ ينقصوا سينقالوا السياسة الاقتصادية الرشيدة وبرنامج سياسي واقتصادي يعود له يقبل خطة اقتصادية له تنمي الاقتصاد وترفع من المردودية فهمت لدى الفرد والمردودية اللي تحصل للدولة. وإلى أي حد ترون ذلك غائبا بالنسبة لموريتانيا؟ احنا راه غايب، قد يعود هم بعض من التحسينات يقال بعد نعرف أنه ولا أدل على ذلك من اللي وقع في المشكلة اللي وقعت في تازياس فهمت هذه شركة الذهب، واضح لأن لي ما تعودهم سياسة اقتصادية محكمة جميع القوانين تطبق بحذافيرها، معناها أعلن عليه يعودهم نوع من ضياع. لكن سؤالي كان إلى أي حد يعني هذه السياسة ترونها غائبة؟ غائبة به اللي احنا نعرفه على الاقتصاد. هل هي غائبة فعلا اولا؟ السياسة قد تعود ما هي غائبة بالكل، قد يعود هم تحسينات هم بعض من الطرح اللي قد يعود يرى الناس المشرفين عليه على انه يقدم، يقال احنا بعد ما وجدنا احنا كنت في الوفاق الوطني راهو على ان الاقتصاد بحاجة الى يد وطنيه تعود هامه تشتغل، وبحاجه الى مفكرين، والادمغه اللي عندنا اللي هاجلت بها قله الاستثمار وقله التشغيل وقله الاعتناء بها فهمت نختاره ترجع ونختاره خطاب سليم، والمؤسسات اللي تدر بالوطن بالنفع على انها يعاد هيكلتها من جديد فهمت من ناحيه الهيكله يدخل في ذاك الاطار التحسينات، وذيك التحسينات يدخل فيهم اجور العمالين زادوا ووعود لهم اعتناء عنايه خاصه بالعمال والشغيله، وهذا قطعا لن يخلق اللي يعود عنده مردوديه على المواطن وعنده مردوديه على الدوله وملي حافظ ملي على المؤسسه استمراريتها. طيب على الصعيد الاجتماعي؟ على الصعيد الاجتماعي والله احنا نعرف ان المجتمع الموريتاني انه مجتمع يحتاج الى مؤسسات اجتماعيه تعود 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 تنطلق من الواقع الموريتاني. احنا نعرف على سبيل المثال الدوله موظفين الدوله ما يمثلون نسبه
2% من مواطنين موريتانيين ولا قاع 1%، انت تخلص جميع المواطنين الموريتانيين، اما واحد يعود منمي والله مزارع الي ما توفر له المواد الاوليه باسعار معقوله، توفر له الحمايه، يوفر له الغذاء، يوفر له الدواء، هذا يدخل في اطار شين قال له الدعم اللي الله تقدم الدوله على المواد، اياك المواد الاوليه اياك، هذا يعاون، فهمت؟ لكن اليس هذا موجودا ومتوفرا؟ ما هو بالقدر الكافي قد يعود همه. ما الذي ينقص اذا؟ ينقص الكثير والكثير منه اولا، بعدين ما هو شامل الى اجبار في قطاع والله اثنين والله خلق هم دعم بعض من القطاعات، يبقى اسم القطاعات ما هي مدعومه، يبقى غياب قاع الدولة عن بعض من رعاية بعض من من من, من القضايا، واحنا نعرف على انه واقعي ونشوفه دائما على انه هاي يطلب على انه تعود همة متابعة ذوك المشاكل المطروحة، ودائما نشوفه المواطنين، فهمت؟ واحساسهم وافكارهم اللي يطرحوا، وحتى على انهم يوم الاحتجاجات اللي تظهر من حين الى حين وقدام رئاسة تبرهن، بعلن اعلن عن الشعب على انه محتاج لفتة كريمة، ويحتاج هم اللي اعلنوا وعدلوا نوع من 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 مؤسسات الصغيرة الدعم، المؤسسات الصغيرة اللي تدور بالداخل للمواطن البسيط، به اللي الاقتصاد ما نتائجه ما هي كبيرة، وفي نفس الوقت اللي نعرفوا على ان هم أزمة عالمية وهم الحديد متدهور، واحنا قضية النفط لا حكمنا على انه سات الريح عشان هذا قاع مردودية ذكية، وبالنسبة للصندوق فهمت اللي موجود كانه لأجيال المستقبل راوع لانه سحبوا منه عدة مليارات، وبالتالي قد عد الرصيد اللي فيه مات الكبير، وهذا قطعا انه يوحي بعلن مشاكل يعاني منها البلد، والدولة تحاول يعني تطلع ليك المشاكل، يقال بعد اللي ما تنطح سياسة اقتصادية حكيمة تعود له. كيف تحاول الدولة التغطية على هذه المشاكل برأيك؟ محاولتها هي أدراهية بها. لكن كيف عرفت أنت أن هناك محاولة للتغطية على هذه المشاكل؟ محاولة واضحة مع خالك حد ما عرف أعلن إلينا نعود مد قالة السيولة، وعندها بعض المؤسسات وبعض من البرامج وبعض من المشاريع اللي ما هي قادة تواصل سيرها، توقف يجعل على يعود حساب كان مغلق ولا هو مفتوح ومخلي كورقة رابحة تقوي العملة الموريتانية وتجعل مدعنا المستقبل الموريتاني وأجيالها أن همت عندهم رصيد مالي، فهمت؟ كبير، فهمت؟ والدولة تقد تواصل عملها ونشاطاتها من دونه لين يخلق سحب ذاك 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 الرصيد، معناها على انه نوع من محاولة الميزان. على سبيل المثال نقول لك احنا شفنا لاحظنا على وزير المالية مرحلة معينة السنة المصاريمة كان ميزانيته وزيد من ميزانية هاي السنة 2016، وتلاقي يبرروا ببعض من الأمور لأنه هم أمور ما كان، هذا يبرهن على أن هم بعض من المشاكل مطروحة. طيب انطلاقا من هذا التشخيص وهذه الرؤية للمجالات الثلاث الأبرز، المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هل ترون أن الحوار كفيل يعني بإيجاد حلول لهذه التحديات؟ الحوار نقد نقول على انه هو الفرصة الوحيدة اللي ليه تجعل المواطنين الموريتانيين اللي غايرين على وطنهم شافوا نخبتهم السياسية تحاول على انها ترفع من شأنهم وتدرس قضايا المطروحة على قدر فهمت الإمكان، تطرح كل القضايا على طاولة المفاوضات وتناقش مع الدولة وتنعت لها المجالات اللي خفقت فيها، وتنعت المجالات اللي ما نعطى لها اهتمام، وتطرق لها اللي وتدمجها في الخطة اللي عندها، وتنطرح حلول فهمت أولية سريعة للقضايا اللي فارع لها من بعضها حل سريع، وتنطرح هم اللي وفق
ومخطط للمستقبل، اللي احنا دولة عند اقتصاد لابد ان تطرح له فترات لانه ينمو فيها التطور، وتعود ما يتعرف لانه ما الى اخر مرحله كيف اللي وقعت مرحله الاقتصاد والتدهور اللي وقع في اسعار الحديد وفي الاكام يعود مقبول ما لهم الاحتياطات، لان الى عاد همت على سبيل المثال فهمت احنا سنين ما شفنا بعض المؤسسات والسرايك اللي بدت تعدلهم ياك على انها تزيد في اليد العامله وتزيد في الاقتصاد كي توقفت بها شبه اللي السياسه اللي كانت مقبوله انذاك، ما كانت على ما لحقت تاكل يا الله وتلحق، وتم اللي لا التعامل بشكل ما الا ان بعد في الاونه الاخيره لاحظوا ان التعديل اللي وقع والمهندس اللي دار على السنين يبارهن بعلنهم لفتكر معلن لقطاع انه له يصلح، وهذا هو من ايجابيات العمل. لكن القطاع قلت انه يحتاج الى سياسه اكثر منه الى شخص، يحتاج الى السياسه، الا ان المجرب ويقول مثلا جرب في التجربه خير برهان، حين اقف هو رجل مناسب في المكان المناسب هذا يعطي قيمه ويعطي دفع، يعود انسان مهندس متخصص في الميكانيكا ويعرفها سنين مجاله، شفنا له نجاح عند طيب حتى نعطيه دفعا اكثر ايضا نحن الحوار، يعني الا ترون ان الجانب السياسي يطغى عليكم كسياسيين مطالبين بالحوار، يطغى الجانب السياسي والبحث عن الاشراك اكثر من الجوانب الاخرى؟ هو الجانب السياسي هو النقطة الأولى، به اللي تنطرح المعايير السياسية الحكيمة ويخلق حوار، لكن ألا يكون الدافع للإشراك أكثر من أي شيء آخر؟ هو اللي قلت لك عن المجال السياسي، هو يعود مجال السياسي يطرح جميع القضايا الشائكة ويخلق ويفاق وطني على القضايا المهمة، هذا يعطي دفع كبير، وحتى أن كيف قلت لك في المقدمة أن المستثمر إلين يشوف المناخ استراتيجي ويشوف الشعب الموريتاني مرتاح ويشوف المواطن البسيط التاجر البسيط مرتاح والتاجر الهام يعود ينافس إجبار ملي منافس جاي وتاجر أجنبي فاتح له المجال من أجل منافسة شريفة، هذا يعطي طمأنينة، وتعود ملي عدالتنا العدالة ملي تقبض بعين الاعتبار بعد أن لأن الزمن عاد زمن الإنصاف وزمن العدالة، وتعود تنصف المواطنين الموريتانيين بحقهم، وكما أنهم تحفظ المستثمرين حقوقهم، وعود ذاك نوع من الدفع بالعجلة. الجانب السياسي اللي ركز ذاك على أنه يخلق حوار شامل، وهو القاصد على أن نعبر على أنه طالب من الله عز وجل على أن الناس كاملة تعب على إنقاذ الوطن أهم من النعرات والقضايا الشخصية، به الوطن بحاجة إلى حوار وطني شامل، لكن الحوار الوطني الشامل إذا يخلق هو اللي من خلاله تنطرح الأفق والاستراتيجية اللي له ترفع. لكن لماذا الحوار الوطني الشامل ومما سينقذ الوطن؟ مما يعاني الوطن حتى ينقذ؟ يعاني من عدة قضايا، احنا ما لنا في كوكب ولا لنا في معزول، احنا في عالم يتأثر بالأحداث، احنا موريتانيا همزة وصل بين إفريقيا و و و و و و و و و والعرب، فهمت معناها أنها همزة وصل، وبالتالي المحيط قاع بصفة عامة دوليا يشهد عدة مشاكل واضطرابات، معناها على أن إلين نعود احنا على المستوى السياسي ما إذن موريتانيا جزء من كل، ما المشكل إذن؟ جيد، موريتانيا جزء من الكل، معناها على ان الجزء اللي هو الين يعود ما هو متفاهم ولا هو قادر يحاول على انه يجابر على طاوله واحده يدرس قضايا الوطن، يعود كلها ينتر من زره ولا هو سامع، هذا اللي يجعل المواطن البسيط اللي هي يعرف اعلن ما هم. لكن هل القضايا والمشاكل والتحديات التي تقولون بها وتحاولون تجاوزها ليست داخليه بحته؟ علاقة لمعظمها على الأقل بما يجري في الخارج؟ داخلية بحتة، إلا أن المؤثرات الخارجية تؤثر على الأفراد وعلى المنظمات وعلى الأشخاص وعلى الدولة في حد ذاته، معناها على أنك قلت احنا ما أنا معزولين، هم تأثيرات داخلية وهم تأثيرات خارجية، تأثيرات الداخلية
بعدين احنا يا الله ما خلوا مسارنا السياسي الديمقراطي الوليد المؤسسات اللي هي يكون تنمى ولا نعود لها عقبة، والعمل السياسي ما يقد يخلي يكون يعودهم حوار وهم تناوب. لكن هل هناك عقبات يعني لتعوق تنميتها؟ هم عقبات فيما تتجلى هذه العقبات، وكان هم عقبات ما يعودهم طرف شارك انتخابات وطرف ما شارك، وله هي الدولة فاهمة. لكن هذه تقديرات في النهاية لكل طرف، والذي يقدر هل يشارك أم يقاطع، ولا علاقة له بتنمية المؤسسات. لا علاقة به، اللي شوف هي المؤسسة لا بد لها من طيفين، لا بد لها من إطارين جزئين، معناها والله لا بد لها من نورتين، نورة تعود شاملة جميع الطرح، يعود مشاركة فيه جميع المفكرين والسياسيين والحقوقيين والمجتمع المدني والمنظمات، وهذا يتجلى في شيء قال له الطرح السياسي. إلين يضيب جزء ولا يشارك، وذاك يترتب عليه يخلقوا انتخابات لا تحكم البلد بلدية وانتخابات برلمانية، هذا اللي يصبح جزء من الشعب الموريتاني، جزء من السياسيين اللي عندهم خبرة، عندهم 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 مهندسين، وعندهم علماء ومفكرينهم غايبين عن المسرح، لأنهم الجزء الثاني اللي هو شارك لا يصبح هو اللي يسير العمل، وبالتالي يصبحوا هم مقصيين. على سبيل المثال قاعدين نقول على غرفة البرلمان، غرفة البرلمان احنا فيها لا حزبين ولا هم ممثلين، ثاني كامل غايب لأن الناس قاطع، قايل مقاطع ان ندور واكل ان تعود ما ثلاث خارجه، لان عاد مفتوح مجال الحوار، هاي الناس كانت تجي وتشارك. تعرف اعلن الرئاسه ما سامي احد توفى شهر 6/2019، احنا عارف مقبلين علاش ندور حوار وطني تطرح فيه القضايا، اياك اعلن يخلق انتخابات سابقه لاوانها، احنا عندنا ازمه حاله دستوريه، وهذا لما يخلق حوار، لان انتم لا ازمه على ازمه، احنا لما لا خلقت ازمه دستوريه شيء قالوا الشيوخ، يعني قد منين يخلق جزء من الشيوخ ويجدد، أما اللي ينطلب لأنهم الحوار اللي يخلقوا وكان الناس تشارك وفهمت وفعل فهمت، وهذا إيجابي لأن الناس تشارك، لأن الشيوخ هو انتخاب غير مباشر عن طريق المستشار البلدي، وحد ما شارك ليصبح مقسم اللي ما عنده تمثيل الشيوخ، وبالتالي تم هذا يتجزأ باطل، يتم يزداد من كانت الجزء الأول كان اللي يبدل ألف وهم باء وهم جيم، وعادوا قاعد يتخبطوا في القوانين، عدلوا قاعد قوانين لأنهم قاعد يجدوا ثلثين ويخلوا جزء. الحمد لله احنا عندنا دستور وعندنا مؤسسة اللي هي المجلس الدستوري وحامي القانون الموريتاني وحامي الدستور، قال اعلن ذاك كان جطال كان مقبول ما صح، يجب قال اعلنهم يجدوا كاملي، معناها عن الشيوخ يجدوا كاملي، وفي هذا يجعل اعلننا امام ازمة. خطاب الرئيس في طيب هذا جانب اخر، طيب يضيع الشيوخ ويعد مجال جهوي جيد. طيب الان عمليا الان ندور ونتخطى هذه المرحله، احنا هاي السنه راك ما تقدر تنتهي السنه، احنا عندنا برلمان غرفتين، واحده منهم صلاحياته وافيه، هذا بحد ذاته احنا ديمقراطيه من هون، الدول الافريقيه اللي احنا اقدم منها، حتى فات وعدل هون اجتماع هون للشيوخ كامل، وعدل اجتماع هون لان احنا عندنا مجلس الشيوخ من الدول ما عندهم، لكل دوله في النهايه نظامها وطبيعتها. طيب ما نبقى نتم لا طيب الان عمليا ما الذي يعوق الحوار السياسي بالنسبه له؟ والله هذا سؤال جيد. الحوار السياسي هم عده نقاط، واخر اللي اعلنها مثقل العاملين الشكل على الحقل السياسي بعلنهم يتقدم، واحنا بعد نقوله في المجال هون اعلن هذا ما هو صالح، احنا نعرف ان المنتدى اعلنوا احزاب سياسيه وازنه وعندها قيمتها وقاطعت، واحنا كحزب قاع ككتله ومعظمنا قاطع قاع انتخابات البلديه البرلمان السابقه، به اللي ما شفنا هم طرح سليم، وبالتالي قاع هم من اسم الناس اللي عدلوا لك ساعه
الحوار، راهو اعلنوا قالوا اعلنوا اعلنوا انتخابات فيها مهزله، واعلن قالوا ياسر من النضج، يا قال هذا هو الامور اللي تنقبل تدريجيا، لكن الحوار وعدوا فيه نقاط ايجابيه من اتحاد سياسه مات الخالد، مهمه الاحزاب السياسيه ترشح عن طريقهم، يا قال ياسر قضايا يجب انها تنطرح، ها هو اللي جعلوه هنا طلبوا اعلن، الفرصه الوحيده اللي طالب من المنتدى وطالب من التكتل اعلن واعرفوا اعلن موريتاني مقبل على مرحله بعلنها الى قدر الله ما خلق تفاهم ولا خلق عمل سياسي، وتيره الاقتصاد وتيره الوتيره السياسيه ما عاد تتوقف. طيب هذه مطالب، لكن انا اريد عمليا كيف ترون معوقات الحوار الان؟ هو اللي جلت عليه جايه. طيب بالنسبه نحن ما ان طارق قايلين علنهم يا الله عودهم معول نجو لطاولة المفاوضات ونطرحوا نقاطنا كامل ونشوفوا مع الطرف اللي يمثل الدولة، فهمت؟ اياك اعلنوا يجاوبوا معنا، لان الدولة هي المسؤولة عنه. طيب انتم ترون انه لا ينبغي ان يكون، لكن ليس هو كائن فعلا؟ هو جاي بالنسبة للوك الثاني ما تجاوبوا اللي هو المنتدى والتكتل اللي معاهم اللي كان قاعد معاها قرار كت حكما في اطار وحده، يراعوا في قضايا اعلن لا بد من يخلق نوع من الضمانات ونوع من الثقة ونوع من الكتابة، تعود رسالة موجهة لهم انهم كتبوا رسالة مشاه تعود هذا، وان كان على كل حال عندهم الحق فيه الوقت يسير، واحنا ما نفوتوا سنتين، احنا ايام التشاور اللي عدت الماضية اللي عاد سنة كان معدل يعني ما هي ايام التشاور كان حوار، ولين ما قد يخلقوا عاد ايام التشاور ينطرح وخلى الحوار نطالبوا به وطرحنا اسس فهمت نشاورنا فيها تعين فهمت على ان الحوار اللي يخلق تعود مبادئ له ذوك الاسس هي اللي تم نطلبه، ودائما نحسوا فعلا يجب على الانصات، يجب على الوقت ما يفوت، ولا انتم ماشيين وطالبينهم على انهم يتنازلوا، وطالبين الدوله هم اللي اعلنوا هم اللي هي تتنازل هم اللي عنهم هم اللي بعضهم يكون الامور اللي مطلوبه منها. طيب يعني طيب في اطار التنازل هذا الذي تحدثت عنه، الامين العام للرئاسه قال في مؤتمره الصحفي الذي عقد مؤخرا ان هناك عقبه لا تزال ماثله امام الحوار تتعلق بحكومه التوافق الوطني التي يطرحها المنتدى الوطني للديمقراطيه والوحده، وقال بالحرف بان يعني النظام لن يستجيب لذلك. هل تظل برايك هذه العقبه ماثله؟ وهل ينبغي ان تكون؟ هذه ما الله تعد عقبه ولا الله يعود امور المنتدى مد هامه دوله تسيرها وهامه تقبل الحكم في المستقبل، وهامها على انها تعود عندها اكثريه في البرلمان ومعارضه، وكانت عندهم لا سيما كمثال يقول لك احمد داداك هو كان زعيم المعارضه، هذا ما الله حكومه موريتانيا ما تفرح قاع واحد يفوت هيك ساعه اتفاق ذا كان اعطت لهم المناصب الاساسيه اعطوا لهم قاع كاملين فهمت الاساسيه قاع والحساسه مولي يا قال ما سالت انه منشحوا هذا ما هو ما انا ما راعي لان لا بالنسبه لهم يقبوا كسر وهم هم اللي بالنسبه للدوله لا قبضت هم اللي لان ما يتنازل عنده الحق هي اللي ما خالق احنا شو نعرف في الديمقراطيات في العالم كامل الدوله اللي عندها طيب ورفض التنازل هذا الا يعتبر عقبه ايضا والاخر امام الحوار؟ ما عاد قد تشارك الناس عدم التنازل هذا لا يعتبر ايضا والاخر عقبه امام الحوار وامام مشاركه المنتدى؟ هذا التنازل هون في نقطه واحده حكومه توافقيه ما عاد قطعت تحكم ما تحكم عن مده عدد الحوار ما تحكم عنه في حكومه قاعد عدد حكومه موت ثلاث اشهر وفات ما هو ايجابي المشكلة الأساسية تعود هم طرح سياسي ما توافقنا عليه يعود حد ذاته الشارع الموريتاني متلفت أعلن هم قضايا جوهرية وهم قضايا مطروحة. طيب على كل حال المنتدى متشبث أو يقول بأنه متشبث بالمؤهدات التي تقدم بها وما لم يتم تقديم رد مكتوب عليها لن يستجيب للحوار، كيف ترى ذلك أيضا؟ أنا بعد كنت اتفاق الوطني ولهم جدهم قلوهم طالبين من المنتدى أعلنوا يعرف أعلن الدولة ما تعان وهو يدافع عن سنقال المواطن الموريتاني البسيط. لكن هو يرى أن هناك يعني عدم ثقة بينه وبين النظام وتقدم بورقة تمهيدية يرى من الضروري الإجابة عليها في إجهاز، كيف ترى ذلك؟
الراعي لأنهم محقين في طلبهم، يقارنين ما يجبر أعلان صادية يتقدموا عن الطلب. طيب هذا ما تراه كتلة الوفاق لكن لا يرى به المنتدى. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا سيدي محمد المحمد الرئيس الدوري لكتلة الوفاق الوطني رئيس حزب الجيل الجديد. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة، لأن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة من برنامج المشهد. لكم تحيانا جميعا، السلام عليكم.